تجددت المظاهرات الشعبية الحاشدة في مدن عدة بمحافظة السليمانية شمالي العراق للمطالبة بدفع رواتب الموظفين المتأخرة منذ أشهر. وتطورت المظاهرات بعدما طالب المتظاهرون بحل الحكومة الحالية للإقليم وتشكيل أخرى منتخبة من الشعب. وقد انتشرت قوات الأمن الكردي والبشمركة في محيط المباني الحكومية واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وضع ينذر بالانفجار، مشاهد لمظاهرات المعلمين والمدرسين وباقي الموظفين في مدن كفري وكلار وسيد صادق ورانيا وكويا التابعة لمحافظة السليمانية شمالي العراق. وقد رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بصرف رواتب 1.25 مليون موظف المتأخرة منذ أكثر من 6 أشهر. تقريبا صار 3 أشهر ما مسلم من الراتب لحد الآن. نتظاهر على مدى قوت الرواتب العيش مال الموظفين. المظاهرات بدأت سلمية وهادئة من وسط المدن، لكنها تطورت حينما وصل المتظاهرون لمقر الأحزاب، وخلال دقائق خرجت الأمور عن نطاق السيطرة ليضرم متظاهرون غاضبون النار في مقار الحزبين الحاكمين في الإقليم، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ومقار أحزاب التغيير والاتحاد الإسلامي المعارضة التي لم تسلم هي الأخرى من غضب الأهالي. هذه المظاهرة الوحيدة التي لا تطلب فيها أي مطالب من الحكومة، وإنما تطلب الرحيل من السلطة التنفيذية والتشريعية في إقليم كردستان. ويتألف إقليم شمال العراق من 3 محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك، تمر بأزمة مالية خانقة، أزمة ترتبت على قرارات تنظيم استفتاء الانفصال عن العراق في شهر أيلول سبتمبر المنصرم، وهو ما تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين منذ أشهر، إلى جانب تراجع المستوى المعاشي لنحو 5 ملايين كردي، وسط توقعات بتصاعد الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام المقبلة. طارق ماهر، التلفزيون العربي.